شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الكلم الطيب ذكر أحاديث ضعيفة وانتقد على شيخ الإسلام فيها، مع أن الذهبي رحمه الله يقول كل حديث لا يعرفه شيخ الإسلام فليس بحديث. هذا من حيث الجملة، لكن لما علق الألباني رحمه الله على الكلم الطيب وذكر أن هناك أحاديث ضعيفة قال إن مثل هذا لا يعجب منه. لما؟ لأنه لا يتمكن أي عالم من الوقوف على الحديث بتتبع طرقه حديثا حديثا، فهو بحاجة إلى أن يأخذ بقول من سبقه، فيكون شيخ الإسلام رحمه الله قد أخذ بقول من سبقه دون أن ينظر إلى سند الحديث وإلى طرقه.